مرحبا بكم مجددا على قناة Master English، أتقن الإنجليزية. بعد ما درسنا verb to be في صيغة الحاضر، اليوم حندرس verb to be فعل يكون في صيغة الماضي. ما تنسوا تعملوا subscribe كرمال ما يروح عليكم ولا فيديو من قناة Master English. يلا نبلش. مراجعة صغيرة. verb to be بالحاضر هو مع الـ pronouns I am، أنا أكون. He is، هو يكون. She is، هي تكون. It is، هذه لغير العاقل تكون. You are، أنت تكون. We are، نحن نكون. They are، هم يكونون. بالفعل الماضي بتصير I am، بتصير I was. He is، he was. She is، she was. أنا كنت، هو كان، هي كانت. It is، it was. أما you are فتصبح You were، أنت كنت أو أنتم كنتم. They are بتصير they were، هم كانوا. We are بتصير we were، نحن كنا. خلينا نتذكر هيكل جملة بسيطة. الجملة البسيطة بتتألف من subject، verb و object. subject اللي هو الاسم أو الفاعل، verb اللي هو الفاعل، والobject هو الخبر أو المفعول به. سوف نعطي أمثلة على ذلك. I was at home، أنا كنت في المنزل. She was a student، هي كانت تلميذة. Now she is an employee، الآن هي موظفة. He was sad. Now he is happy. هو كان حزينا. الآن هو سعيد. They were married. Now they are divorced. هما كانا متزوجان. الآن هما مطلقان. We were young. Now we are old. نحن كنا صغار، الآن نحن كبار. You were scared. Now you are courageous. أنت كنت خائف. الآن أنت شجاع. Thank you. شكرا لكم. هلا بدي اياكم تتمرنوا تكتبوا جملة بسيطة باللغة الإنجليزية بالكومنت سكشن. وإن شاء الله أنا بقولكم إذا صح أو غلط، وإذا بدها تصليح شوي ساعدكم. ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب وشير كرمال ينتفعوا كمان رفقاتكم. شوفكم المرة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء.